إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. الدروازة. حياكم الله معنا مستمعي كرام، يا هلا ومرحبا فيكم معنا. باب الدروازة تبطل وبتقولون من هو ضيفنا. بذكركم في ضيف كان جدا جميل ووسيم في نفس الوقت، كان يطلع على شاشة التلفزيون في السبعينات، كان يلبس البدلات الحلوة والكرفتات الحلوة في برنامج إذا تذكرونه نادي السينما. رحبوا معاي بضيفي وضيفكم الأستاذ الفاروق عبد العزيز، كاتب ومخرج وناقد سينمائي. ليش قاعد تقول كان؟ يعني كان وما زال، خلينا نقول وما زال، فعلا ما زال صحيح. انت صلحتيني صح، كان وما زال. كان وما زال، الله يحفظ اللي يعتمد على وجهة النظر يعني. لا بالعكس، احنا نتشرف فيك. طبعا الاستاذ الفاروق عبد العزيز كاتب ومخرج وناقد سينمائي. طبعا الاخت احلام قاعد تذكرني تقول لي ما تذكرين قبل، قلت له والله ما اذكر انا يعني أذكر. يمكن ما انا ما لحقت يمكن على الفتره هذه، او يمكن كنت صغيره ما اشوف تلفزيون. صحيح، لكن خلينا نعرف المستمعين اكثر على الفاروق عبد العزيز. يعني احنا ذكرنا كاتب ومخرج وناقد سينمائي، ايهما الاقرب الى قلب الفاروق عبد العزيز؟ بدايه انا احب اهنئ دوله الكويت والشعب الكويتي باعداء الاستقلال والتحرير، لانه هذه مناسبه طيبه وعزيزه على قلب كل من يقيم على هذه الارض الطيبه. واذا كان لي ان اختار فاقربها هي النقد السينمائي، لانه استغرق فتره طويله من حياتي حوالي اكثر من 30 عاما. يمكن مسألة الإخراج جت في الثمانينات، بدأت فيها في عمل مع التلفزيون الياباني، أخرجت النسخة الدولية الناطقة بالإنجليزية من مسلسل بعنوان طريقه الحرير، يتابع رحلة الحرير من الصين حتى روما. نعم. 18 ساعة. واشتغلت أيضا مع البي بي سي، عملنا فيلم بعنوان فانيسا تحدث إلى فاروق عبد العزيز، فانيسا الممثلة البريطانية المشهورة، كانت لسه أخذت الأوسكار. وعملت فيلم آخر بتكليف من الحكومة التركية لتقديم تركيا من وجهة نظر عربية في عام 87. لكن انقطعت وعدت للنقد السينمائي. يعني النقد السينمائي هو في قلبي، هو المهنة التي اخترت أن أمتهنها. نعم. لكن الإخراج جاء يعني في أوقات متفاوتة، وبدأ في السنوات الأخيرة يتكاثف أكثر يعني، وركز عليه أكثر بكثير كإخراج. لكنك بدأت بالكتابة في الأول. بدأت في الكتابة، بدأت المشوار كان مع الكتابة. المشوار كان مع الكتابة وما زلت كاتب. ما زلت كاتب. لكن بكتب في إيه؟ في إما أكتب في إنتاج فيلم سينمائي أو أكتب لي نقد، الاثنين متصلين بمعنى آخر من المعنى. نعم. أستاذ الفاروق، يعني وانت قاعد تسولف وتتكلم معانا، انا اتذكرك في السبعينات شلون كنت تحلل الافلام، وشلون كنت تتكلم عن الشخصيه، وكنت شلون تشوق المشاهد مثلا للشخصيه او للفيلم او للقصه. يعني مثل ما اتكلم الحين نفس الشيء، يعني ما تغير شيء. طبعا احنا راح نستمتع معاك يعني في هذا البرنامج ان شاء الله، معانا حوالي ساعه ونص ما شاء الله. فطريقتك يعني هذه الطريقة المشوقة اللي اخترتها أنت في النقد وفي التحليل، شلون يعني كانت الطريقة هذه؟ تمام. أنا أقول لك عشان أشوف الطريقة مضبوط، شاهد داودي حسين عامل تقليد. نعم فعلاً. أنا كان تاني تقليد يعمله في تاريخ حياته، الكلام ده في سنة 87 على ما أذكر. كان قلد الأول مطرب بحريني. نعم. كان أول واحد، وبعدين أنا كنت رقم اثنين. صحيح. وطبعاً ظل يكررها لدرجة حتى ظهرنا في سهرة
في تلفزيون الكويت. سهرنا في ظهرنا في سهرة سويا أنا وهو. عاتبته طبعا ولا لا؟ اطلاقا ده أنا بحبه. بالعكس ده بيضحكني أنا. دي الطريقة التي أقدم بها. هو لقطها لقطة هو مشهور وأشهر أكثر. بالضبط. هو أنا أقول لك في جانب مهم جدا في النقد السينمائي, أن النقد السينمائي يجب أن نعامله بجدية. النقد السينمائي ليس انطباعات, ليس نقد صحفي سريع, وليس نقد ناس قاعدين في مكان وبيشاهدوا فيلم وبيعلقوا كل واحد من وجهة نظره. هو دراسة. أنا كنت محظوظ إن درست النقد الأدبي لفترة طويلة في كلية أدب جامعة القاهرة, قسم أدب إنجليزي, فبندرس نقد أدبي أساسا. والنقد الأدبي مرتبط ارتباط وثيق بالنقد الفنون التشكيلية, فكنت أكتب فنون تشكيلية وأنا في السنة الثانية من الجامعة. نقد التشكيلي, نقد تشكيلي يعطيك بيان عن الصورة والتكوين وكيف يجب أن تبدو الصورة, الأسس الصحيحة للنقد, الأسس الصحيحة تماما. فما تجمع بين النقد السينمائي والنقد, عفوا النقد التشكيلي والنقد الأدبي, يصبح لديك منهج. فأنا لحسن الحظ أنا اتبعت منهج اسمه منهج النقد الموضوعي. منهج النقد الموضوعي بيعزل الناقد نفسه عن مسببات الفيلم والظروف التي صنعته ويحكر نفسه في موضوع الفيلم. الفيلم نفسه. الفيلم نفسه. وبالتالي أخرجه فلان صديقي ولا أخرجه فلان عدوي لا يعنيني. اللي يعنيني هو الموضوع. من هذا المدخل أنا أعتقد الناس تجاوبت مع هذا المدخل أكثر بكثير من أن يكون نقد شخصي. حتى أنت كنت تطلع يعني مقطع من الفيلم وبعدين تعلق المشاهد. هذه كانت طريقتك. تشويق. مضبوط. ودي مسألة دي طبعا دي كانت مثار حديث كثيرة جدا يعني. ناس وقف ما خلاص عاوزين نبي نشوف الفيلم صحيح. زهقتنا وكلام من هذا القبيل. لكن في نفس الوقت الحمد لله يعني نسبة الناس اللي بلتقي معهم كانت تحب هذه الطريقة كانوا. طيب أستاذ الفاروق يعني نبي نتكلم عن فترة دخولك لتلفزيون الكويت في ذاك الوقت وتقديمك لبرنامج نادي السينما. أنا أقول لك أنا التقيت مع الأستاذ محمد سنعوسي بطارق في عام 76, نهاية 76. وكان لقاء يعني ربنا شاء كان لقاء بالمصادفة. وكان يبدو أنه شافني في تلفزيون القاهرة كنت أقدم برنامج اسمه من أرشيف السينما. في نفس المجال يعني. في نفس المجال. فيبدو أنه شاف أو يبدو أنه ما شافش. أنا ما عرفش لما قال ليش أنه شاف وقال لي أنا عاوزك تشتغل معايا في تلفزيون الكويت. عاوزين نعمل برنامج جديد, هتفتح قناة اسمها القناة الثانية, البرنامج الثاني باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية في سنة 78. وأنت إنجليزية كويسة فأنت ليه تيجي نقدم يعني لنا برنامج. بعد فترة شهور ضمني إلى قال لي تعالى اختارني وقدمني إلى مجلس إدارة نادي السينما. الأخوة عامر التميمي وكان دكتور محمد رميح ومجموعة دكتور حسن الإبراهيم. المهم يعني فصدقوا على تعييني مديرا لنادي السينما. نادي السينما كان جمعية أهلية تابع لوزارة الشؤون طبعا مرخصة من وزارة الشؤون للاهتمام بنشاط السينمائي ونشر الثقافة السينمائية. فكانوا معتبرين من أحد الأهداف هو الوصول عبر الوسائل الإعلامية إلى جمهور أوسع. وكانت فكرة ممتازة يعني. فالمهم في 78 أنشئت القناة الثانية وقرر مطارق أنه يخلي القناة ناطقة بالعربية تعرض افلام اجنبيه مفيش مانع مترجمه ولكن اللي بيقدموا فيها يقدموا بالعربيه. وقال لي انا افضل انك تعمل لنا برنامج سينمائي من اختيارك. فالمهم فضلت يعني اتدلعت شويه لغايه ما وصلنا الى اكتوبر 79. كنت رايح امريكا بدعوه من المجلس الاعلام الامريكي و45 يوم. فانا رايح اقول له ابو طارق السلام عليكم انا رايح امريكا وكلم. قال لي اسمع لك ما تطلعش من الغرفه. كان في غرفته في الطبق الخامس في مبنى التلفزيون. يا إما تقرر أنك أنت من الأسبوع القادم تشتغل برنامج بتاعك وإلا العلاقة الشخصية اللي بينها تنتهي. كان بينها علاقة شخصية رائعة. مصير خلاص. رائعة. والله وجابها من جانب شخصي. مش يعني مهنة ولا حاجة يعني من جانب شخصي. فطبعا يعني اعتذرت منه قلت له أنا آسف أنا ضايقتك لهذا الحد لأن أنا بقالي سنتين عمال بطرد فيك كده مش معقولة. مسافر مهرجان مش عارف إيه كلامنا. ففي الآخر طبعا إيه عملنا البرنامج في بدأ في أكتوبر عام 79. وقتها كان تلفزيون الكويت بينتقل لمرحلة يعني بيبدأ في صياغة جديدة للبرامج وبدأ فيه فعلا تغيير كبير. أنا لمست آثاره لما رحت الخليج في الثمانينات
كنت مسافر كتير للخليج. نعم. دعوات حكوميه كلها. نعم. كلها كان بالملمس اثاره. انت جاي من الكويت، تجربه تلفزيون الكويت، شعور بانه ناس عاوزه تلمسك كانت الكويت رائده في فطبعا يعني. نعم. طب اعطينا برامج، طب اعطينا كذا، وناس عملوا عليها عروض يعني. تلفزيون قطر عمل لي عرض، قال لي تعالى وعمل لنا بنفس البرنامج. كلام دبي نفس الشيء. بس طبعا انا ولائي ووفائي كان مع تلفزيون الكويت، وكان مع الاستاذ محمد، وبعد كده مع سمو الشيخ ناصر. نعم، الكلام جميل وذو شجون مثل ما يقولون. لكن ناخذ فاصل استاذي ونرجع لك. جدا. الدروازة تستضيف اليوم الناقد السينمائي القدير فاروق عبد العزيز، الدروازة والمخرج خالد المغلب. رجعناكم مستمعي الكرام ومع ضيفي الأستاذ الفاروق عبد العزيز، كاتب ومخرج وناقد سينمائي. السي في اللي عندي ما شاء الله 5 أوراق، تبارك الرحمن، وانت تستاهل كل خير. انا ان شاء الله يعني، واسئله عندنا كثيره ما شاء الله معدينا، وحتى انا عندي اسئله لان انا كنت متابع جيد لك انت شخصيا يعني. الله يحفظك. بس خلنا نتخلص في الامور الشخصيه شويه. يعني ما شاء الله كنت منور الشاشه في البدلات، في الكرفتات، في الامور يعني، يعني كنت جنتل مثل ما يقولون. سبب الشخصيه هذه اخونا المخرج بيقول لك انت كنت موديل. أو أنا أقول لك، أنا هو طبعا يعني الحمد لله مسألة القبول هي من الله سبحانه وتعالى. يعني القبول، هو القبول أساسا هو في الروح اللي بتنقل معلومة. سألتني من دقيقتين أنه يعني كيف كان التقديم في برنامج نادي السينما. أنا في البداية كنت خايف، لأن متصور أن المعلومات هي الثقل الأساسي في إقناع المشاهد بأن يظل مستمعا ومشاهدا لما أقدمه. اكتشفت بعد فترة إن ليس هذا هو بالضبط العامل الوحيد. العامل الآخر هو أنه إذا لم تكن لك قابلية من الله فلا انسى أنك أنت المشاهد يتقبلك. صحيح. الجانب الحلو الطيب أنت بتذكرني فيه هو أساسه هو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاني بعض القابلية، يعني بحيث أن الناس ممكن تطيق أن تستمع إلي وأن تنظر إلي. نعم. أنا كنت أحلي هذه القابلية بالملابس، بالملابس البدلات. كل أن الكرفتات كانوا يتكلمون عليها كثيرا. أنا كان يجي لي خطابات وما زلت أحتفظ بها، يعني قلنا الكرفتات شريها منين، أو ما هي الماركة، هي ماركة البدلة اللي كنت لابسها في أسبوع الطاف. يعني أسئلة من هذا القبيل، وكان طبعا شيء طيب كنت بضحك عليها، لكنها كانت وما ردتش عليها. يعني كان يعني قصدي أقول أنه كانت مفر اعجاب من جانبي انه في الجمهور. نعم. بيلاحظ بعض هذه الامور، يعني هو جزء من العرض. نعم. في النهايه انت في النهايه بيسمونه اللي بيطلع في التلفزيون اللي بيكذب بيكلم الجمهور بيسمى عارض. في النهايه هو بيعرض. نعم. لابد ان يكون يعني يعرف سيكولوجيه التخاطب. نعم. مع الجمهور. نعم. ويلبس له يعني. طيب استاذ فاروق، يعني تكلم لي عن السينما في التسعينات، يعني بأيام جيت انت قدمت عن نادي السينما. كان يعني السينما يعني لوني شوف 3 فترات. فترة في السبعينات كان السينما اوكي، بعدين اختفت السينما، والحين رجعت السينما مرة ثانية. تمام. لو تكلم لي عن السينما في فترة التسعينات. انا اقول لك ان السينما يعني الفترة اللي عصرتها فيها، انا اقصد انت اكيد تقصد الكويت، يعني تقصد يعني الاقبال على السينما ومشاهدة. نعم. السينما في الكويت في السبعينات كانت دور العرض طبعا زي ما انت عارف كان في شركة السينما الكويتية الوطنية، وكانت هي تملك دور العرض، ووصلوا الى في نهاية التسعينات نهاية الثمانينات الى حوالي 14 دار عرض كانت. نعم. موجودة في الكويت. صحيح. كان الاقبال على السينما طبعا لان السينما كانت منفذ من منافذ الترفيه بالذات العائلي والشباب طبعا، ولكن ما حدث في تطوير في وسائل العرض. صحيح. قديمة وكراسي شوية. حدث ثورة كبيرة في شركة السينما فيما بعد، ودخلت العصر الحديث بحيث انها الان دور العرض تضاهي دور العرض الموجوده في الولايات المتحده واوروبا. صحيح. على نفس المستوى تماما، ان لم يكن افضل احيانا في بعض دور العرض الفخمه الموجوده حاليا. فاصبحت تجربه المشاهده مع تغيير انظمه الصوت ومع خدمة الأفلام نفسها، هي الأفلام نفسها اتطورت من حيث. نعم. التكنولوجي. نعم. من حيث الصورة ومن حيث حساسية الصورة ومن حيث حساسية الصوت، فأصبحت في دور العرض اللي تستوعب الأفلام الجديدة. أصبح مشاهدة الفيلم في دور العرض الآن متعة ليس لها نظير في التلفزيون. نعم، تفضلت وقلت متعة ليس لها نظير، لكن ما تلاحظ معي أستاذ الفاروق أن في ناس لحتى الآن يستمتعون بالأبيض والأسود
الأفلام القديمة لحتى الآن؟ بلا شك بلا شك الأفلام القديمة بتثير عنصرين، العنصر الأول هو عنصر الحنين، أنه بعض الناس شافوا أفلام قديمة وهي وهم في طفولتهم بالضبط يعني، وعنده رغبة أنه يشاهد الأفلام مرة أخرى أنها فيها قدر من الحنين للماضي. بس في عنصر تاني مهم أقول لك عليها، هو أنه الإنسان لما بيشوف الأفلام القديمة، طبعا الأفلام القديمة العربية على سبيل المثال، بيلاقي قصص بسيطة وأحيانا تركيبتها كسيناريو مضحكة، لكنها محببة لأنه بيحب هذه الشخصيات وهذا العالم إلى حد ما. أفلام القديمة أيضا، الأفلام القديمة الأمريكية والأوروبية، في جمهور بيشاهد هذا النوع من الأفلام بالذات من الشباب، لما فيها من اللي بيكونوا جادين حول فهم تطور السينما، كيف تطور السينما، كيف كان تؤدى مشاهد الأكشن، كيف كان يبنى السيناريو، كلام هذا قبيل. أنا بلاحظ هذا موجود في نسبة معقولة من الشباب يهتمون بهذه الأفلام وليس فقط بالضرورة الأفلام الجديدة. ففي قدر كبير من الحنين في مشاهدة الأفلام القديمة، أنا أعتبر هذا مسألة صحية تماما. نعم، متى المشاهد يستمتع بالفيلم؟ يعني يقول أنا رحت فيلم أوكي يعني ممتاز. يعني خلي أقول لك السؤال بطريقة ثانية، مواصفات الفيلم الممتاز. مواصفات الفيلم الممتاز بتختلف اختلافا جذريا بين شخص وآخر. بعبارة أخرى، طبعا هي المواصفات العامة اللي احنا عارفينها مواصفات الإتقان. نعم. إتقان الصناعة، أنه أساسا الفيلم هو نتاج عملية فيها صناعة. نعم. هذه الصناعة لو لم تكن متقنة لا مش هتعجب أي حد على الإطلاق. لكن إذا كانت متقنة يبقى احنا عندنا أساس للإعجاب. أما استجابة المشاهدين للأفلام بتتنوع من شخص إلى آخر. نعم. أو من مجموعة بشرية لمجموعة بشرية أخرى اعتمادا على خلفياتهم الثقافية والاجتماعية والعلمية وخلافه. في الأفلام مقسمة إلى أنواع زي ما أنت عارف، يعني في النوع مثلا هو نوع الأكشن والثريلر مثلا اللي بسموه الفكاهي، وفي نوع الفكاهي، في نوع الاستعراضي، في نوع التاريخي، في نوع الخيال العلمي وهكذا. هذه الأفلام، هذه الأنواع بتعجب في ناس بس حاكر نفسه على نوع معين من الأفلام يحب يشاهدها. شباب يحب يشاهدوا الأكشن بس، أو عاوز تراج وكذا وبتاع وانقلاب سيارات ومش عارف إيه. في ناس تانية تحب الأفلام الرومانسية. صح. وأنا كنت بحاول في برنامج السينما أن أنا لأني فاهم هذه المسألة، فبحاول أن أنا أعدد استجابات المشاهد للأفلام عن طريق تعديد الأفلام نفسها، يعني عمل سلسلة مختلفة. نعم. من الأفلام في كل أسبوع يكون عندي فيلم يستجيب له قدر معين من المشاهدين أعلى من أنه سيشاهده. نعم. الذين يشاهدون الأفلام التاريخية قد يرفضون الأفلام الرومانسية يعتبرونها بطيئة، أو الأفلام الاجتماعية يعتبروها مملة. لكن أو الأفلام ذات الخيال العلمي يعتبرونها شيء خارج عن التقبل عندهم. فكل هذه الاستجابة، تنوع استجابات المشاهدين، هو في ثراء للإنتاج السينمائي. نعم. لأنه مش كل حد هيحب كل حاجة. طيب هل مثلا نقدك للأفلام العربية القديمة زي نقدك للأفلام الأجنبية ولا في فرق؟ أنا أقول لك، في بعض الأفلام العربية القديمة على مستوى الإنتاج الذي كان سائدا في وقتها في العالم. نعم. يعني دعنا نتذكر مثلا استوديو مصر الذي أنشئ عام 36، أنشئ هو كان وقتها بمعداته بإمكانياته هو الاستوديو السادس في العالم. نعم. السادس في العالم. نعم. بعد 4 استوديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية، واستوديوهات أوفا في ألمانيا، واستوديوهات إكلير في باريس، كان هو السادس في العالم. كونه كان بينتج أفلام ما تزال تقنيا على مستوى الأفلام التي كنت تنتج في أوروبا والولايات المتحدة. نعم. آنذاك. لكن أما أنقدها بالتأكيد أنا منقدها في إطارها وليس بنقد مطلق. النقد عادة النقد الموضوعي يضع الفيلم في إطاره ولا يحكم على الفيلم بأشياء بعناصر من خارج هذا الإطار، بمعنى أنه ممكن فيلم ميزانية محدودة للغاية لكنه متكامل الصفات. نعم. وفي فيلم ميزانية هائلة ولكنه سيء ولا يوصل. صحيح. هذه دي اسمها عوامل خارجية. أنا لا أعتني بالعوامل الخارجية، لا تهمني العوامل الخارجية. نعم. في نقدي. نعم. أنا بهتم فقط بالفيلم سواء كانت عمل ميزانية كده أو كده، أو استخدم تقنيات معينة، لأنه في النهاية هي ما يلفت نظر المشاهد هي قدر الإبداع، هو قدر الإبداع الموجود في العمل وليس تكلفة ولا الأشكال الخارجية ولا الدعاية. نعم. ولا كل هذا الكلام. نعم. فمن هنا كنت واضع معايير لنقد الأفلام العربية القديمة في داخل إطارها. نعم. ونقد الأفلام الأمريكية أيضا القديمة في داخل إطارها، وبالتالي المعايير ما اختلفتش كثيرا. نعم. نعم. أستاذ الفاروق، يعني إذا أسند إليك الآن نادي السينما هل تقدم؟
برنامج ناس سينما. بس أنا المشكلة هو البدلات موجودة كرافتات موجودة برضه بس المسألة كلها هل الجمهور يتقبل يشاهدني الآن كما أنا الآن؟ أنت أول ما شفتني اخترعت قلت ده معقول؟ ده أنا كنت بشوف في الجامعة وأنت كنت مش. فبالتالي هو حتى اتنين تلاتة قاعدين برا يعني أبو عبد الله الكل. المهم الأسلوب والتشويق أستاذي يعني. الله يحفظك. لا طبعا بتأكيد وما زلت جميل أنت الله يحفظك من ذوقك. لا بالعكس أنا يهمني يعني أتمنى والله لو أقدم برنامج للسينما مرة أخرى يعني يمكن أسعى أن نتصل بالإخوان ونرجع تاني البرنامج إن شاء الله على شاشة تلفزيون الكويت. حاليا يعني شو اللي قاعد يعني تعمله بالضبط يعني؟ أنا أقول لك أنا بدأت في زي ما ذكرت لأنه إحنا أنا بدأت الإنتاج الوثائقي وبينما كنت أقدم برنامج بنت السينما. نعم. اشتغلت مع تلفزيون الياباني في إنتاج 18 ساعة باللغة الإنجليزية، واشتغلت مع البي بي سي أنتجنا فيلم قصير فيلم ساعة وثائقي أيضا عن فانيسا غريف، وأنتجنا واشتغلت أيضا للحكومة التركية في سنة 87 وعن فيلم عن تركيا، ولكن كان إنتاج متقطع. في السنوات الخمس الأخيرة أنا مركز بشدة على الإنتاج الوثائقي. الإنتاج الوثائقي شو السبب؟ السبب تمام يعني السبب هو أن الإنتاج الوثائقي هو صح ليس له من الذيوع والانتشار بقدر ما هو موجود للفيلم الروائي مبني على قصة، وعندي مشاريع روائية في كل الأحوال إن شاء الله تعالى، لكن الفيلم الوثائقي جات لي فرص أنه ناس كلفوني بإنتاج أفلام وثائقية أهل خير من الكويت وقالوا إحنا نبي ندخل هذا المجال، مجال الإنتاج الوثائقي القائم على الدعوة. فأنا كنت بختار أنا بنظري يعني أقوى أساليب الدعوة الآن هي قائمة على موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإشارات العلمية، لأن الإشارات العلمية يعني تلجم الأفواه مرة واحدة أن يقول الله هذه إشارة علمية موجودة في القرآن وموجودة الآن في كتاب علم. خلاص إذن القرآن كتاب حق. فأنا مستخدم يعني في هذا المجال، اشتغلت في هذا المجال حوالي 8 أفلام في خلال 5 سنوات بالعربية والإنجليزية. بالعربية والإنجليزية يعني نسخ أصلية باللغة الإنجليزية نسخ أصلية باللغة العربية. يعني تعرف على هذه الأفلام الوثائقية؟ أنا أقول لك يعني هو أنا بدأت بكتاب كتبه واحد من الأطباء الفرنسيين المشهورين اسمه الإنجيل والقرآن والعلم. والكتاب ترجم منذ عام يعني سنة 77 موجود مترجم وترجم في عشرات اللغات وبيع منه حوالي 15 مليون نسخة في العالم. فأنا التقيت مع الكتاب سنة 2008 بعد ما قرأت الكتاب حسيت أنه إحنا يعني أنا مقصر يعني بأن ربنا مديني إمكانية أن أنا مش ليس فقط أطلع على الكتب بلغتها الأصلية ولكن أيضا أن أنا ممكن أنتج منها ما يساعد على أن الناس تفهم الإسلام بشكل أكثر. صحيح. تعرف طبعا الدعاية السيئة الموجودة في العالم يعني. فمركزت على هذه الأفلام، بدأت بفيلم اسمه موريس والفرعون، وهو الرجل موريس بوكاي اسمه اللي هو العالم ده. وهو الذي حدد من هو فرعون سيدنا موسى، لأن الآية تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك يعني هو غرق، ولكن فين أين بدنه؟ لو مش موجود بدنه إذن الآية. فبالتالي بعد عامين من البحث في مصر، وطبعا الرئيس السادات فتح له الباب على الآخر لهذا البحث يعني، ووصل إلى تحديد من هو فرعون سيدنا موسى، وهو الفرعون لمرن بتاعه الموجود الآن جثمانه وبدنه موجود في المتحف المصري المحفوظ. ومطروح المتحف هيدلوك عليه وإن كان مش مكتوب أن هذا فرعون سيدنا موسى، لكن نفس الناس وهم واقفين الحراس وكذا يقول لك هذا فرعون موسى. تعتقد أستاذي يعني هل في فئة كبيرة تتابع الأفلام الوثائقية؟ هناك هتذهل من التالي. احنا طبعا كان في الأفلام الوثائقية دايما هي أفلام كنا بنسميها زمان أفلام يعني المحكوم عليهم بالموت، يعني بمعنى أنه يا اما تعمل افلام روائيه فالناس تعرفك وبتتابعك في الممثلين وفي فلان وفلان، والا تعمل فيلم وثائقي معناها انك انت معلش وخر شويه. وهذا قصدي بالسؤال بالضبط كده يعني بالضبط. هذا الوضع تغير مع ثوره الانترنت. الافلام التي انتجها يشاهدها في عرض واحد خلال الويك اند فقط بيشاهدها بال 33,000 ما شاء الله. يشاهدون بالكامل الفيلم بالكامل، ناخد تقرير من اليوتيوب. نعم. بنعمل اعلان عنها، لما تعمل اعلان اليوتيوب ملزم يعمل لك تقرير ويقول لك كم نسبه المشاهدين الذين شاهدوها والعدد بالضبط يعني. فب 33,000 ده بال 20,000 ده ب 25,000 واللي بيفتح حوالي 3 مليون. فانت بالتالي اي لو تعرضوا في دور سينما يعني شوفوا كام 100 200. الانترنت غيرت الامور.
الدروازة على إذاعة البرنامج الثاني على موجة 97.5 FM يأتيكم كل يوم. تواصلوا معنا على هواتف 224-13-260 أو 224-13-261. الدروازة والمخرج خالد المقلد. مستمعي الكرام، رجعنا لكم في برنامج الدروازة وضيفنا الأستاذ الفاروق عبد العزيز، كاتب ومخرج وناقد مسرحي. أستاذ فاروق، يعني سينمائي. يعني الأستاذ المخرج خالد الصديق، طبعا تربطك زمالة فيه، يعني أين خالد الصديق خلال 3 عقود مضت، ولماذا توقف إنتاج السينما الكويتية؟ طبعا بديهيا أنا لازم نعرف الإنتاج السينمائي بأنه علاقة بين 3 أطراف. نعم. الطرف الأول هو تمويل. نعم. الطرف الثاني هو إنتاج. الطرف الثالث هو توزيع. نعم. إذا اختل واحد من هذه الأطراف خلاص توقف الإنتاج. نعم. فالحسن الحظ أنه خالد، وهو صديق عزيز يعني، وقديم بنا صداقة قديمة من أوائل الناس اللي تعرفت عليهم، اشتغل في عز التلفزيون، مكان بينتج ويصرف على الأفلام. نعم. ومنها فيلم بس يا بحر. نعم. بالضبط، هو فيلم. نعم. فيلم عظيم وتجربة. صحيح. تجربة رائعة. صحيح. ولكن كان يقال دائما أن الأفلام اللي تنتج بلهجة محلية غير قابلة للتوزيع. هذا ما السبب أستاذي؟ السبب هو أنه أنا أذكر جيدا أنه كنا في نادي سينما القاهرة. نعم. وكنا بنشاهد فيلم بعنوان الظامئون، وفيلم عراقي. نعم. والصالة في قاعة سينما أوبرا حوالي 1500 مقعد. نعم. الصالة بعد دقائق بدأت تخرج الناس لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا اللهجة. اللهجة عشان محلية. محلية. نعم. طبعا احنا راح نتواصل معاك، بس نتوقف الآن للفترة الدينية. مستمع كرام، هذه عودة مع المخرج الزميل خالد المقلد وبرنامج الدروازة. تفتح الدروازة أبوابها للناقد السينمائي القدير فاروق عبد العزيز. الدروازة والمخرج خالد المقلد. رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامجكم الدروازة، وضيفنا الأستاذ فاروق عبد العزيز، كاتب ومخرج وناقد سينمائي. وكنا نتكلم قبل شوية قبل الفاصل عن الأفلام اللي باللهجة المحلية، قلت يمكن لا تلقى يعني قبول لأن ما يفهمون اللغة، لكن أستاذي في ترجمة ممكن من خلال الترجمة أن بالضبط. وهذا هو ما فعله خالد الصديق. نعم. بنجاح عندما عرض فيلمه في مهرجان دمشق في عام 71 وفاز بجائزة الشباب. صحيح. أنا ذاك وجائزة المهرجان الكبرى، أنا أعتقد أنه كان إنجاز هائل لأنه كان حاطط لغة عربية كلاسيكية أسفل. صحيح. الصورة. صحيح. وبالتالي كانت ترجمة سهلة. نعم. فأصبح بالتالي الناس يتجاوب معه. عندما عرضنا الفيلم في نادي السينما، جمعية نادي السينما، قبل أن أحضر الكويت يعني في عام 75 تقريبا. نعم. عرض مع هذه الترجمة، كان الجمهور حوالي 1500 شخص استقر في القاعة حتى نهاية عرض الفيلم، وصفقوا تصفيقا طويلا لأنهم فهموا الأفلام اللي كان لها صفة الانتشار. نعم. نتيجة التعرف على اللهجة عبر الوطن العربي كله كان أفلام مصرية. نعم. ظهرت سينمات قومية في بلدان مختلفة، بلدان عربية مختلفة، طبعا بالطبيعة نتكلم باللهجة المحلية. صحيح. وكانت الصعوبة مثلا درش تعرض فيلم، على سبيل المثال فيلم جزائري، لما جيت أنا عرضت فيلم في تلفزيون الكويت في برنامجي يعني في سنة 86، فيلم وقائع سنين الجمر، المخرج الأخضر حامينة. نعم. نعم. كان في نوفمبر عام 86، اضطريت أخذ الفيلم لأن أنا ممكن أفهم قليل القليل من اللهجة، لأن شفت مثلا حوالي 15-20-30 فيلم. صحيح. جزائري. صحيح. في مهرجانات. نعم. لكن اضطريت أخذ الفيلم وأديه للسفير الجزائري، كان اسمه الحسناوي الخلدي، قلت له سعادة السفير لو سمحت ترجم الفيلم ده إلى اللغة العربية الفصحى عشان أقدر أعرضه في البرنامج. صحيح. لانه فعلا ترجمه وكان هناك اقبال، الناس فهمت لانه بيكلم جزائري بلهجه اهل البدو في الجنوب الجزائر. صعب. وهكذا يعني. نعم. فمثلا لما جه انتج رضا الباهي تونسي، مخرج تونسي، فيلم بعنوان عفوا فيلم بعنوان نسيت العنوان الحين اتذكره، فيلم حط فيه محمود مرسي، استعان به محمود مرسي واحد من الادوار، فيلم اسمه رضا الباهي لا اله الا الله، معلش قال لما لا يسوى
هذا الفيلم اضطريت اعرضه في عرضته في البرنامج وكان باللهجه التونسيه المعدله مبسطه نعم. تماما فاصبح بالتالي ممكن نعم. الناس ان تفهمه وتتجاوب معه. مشكله اللهجه هي مشكله اساسيه نعم. لكن الان مع الانفجار الكبير في وسائل الاعلام ووسائل الاعلام الموجوده الان تعرض لنا مواد من سوريا، مواد من الجزائر، بنشوف تمثيلات تونسيه هكذا. انا اعتقد اللهجات العربيه الان اصبحت دخلت في دوره تقارب نعم. نعم. وبالتالي من السهل طبعا بالنسبه للمسلسلات الكويتيه بتفهم الان حاليا بتعرض مسلسلات الكويتيه في القاهره صحيح. خلاص اصبح مقبول والناس بدات تفهم يعني إيه. وخاصه كمان المسلسلات الكويتيه حتى لهجتها ليست اللهجه الكويتيه القديمه، ايضا معدله الى حد ما باعتبارها اختلاطها باللهجات الاخرى صحيح. وده بيحصل في كل البلدان يعني انه بيحصل اللهجه بتعدل بس تقريبا يعني اللهجه الكويتيه شويه مقربه اكثر من اللهجات العربيه. ما تلاحظ؟ انا بلاحظ ذلك إيه؟ انا بلاحظ ذلك. الفيلم التونسي اسمه شمس الضباع، ما يفلتش مننا ذكرت. فالمهم انه لا انا اقول لك على موضوع اللهجه كمان يعني هو كان قبل كده كان في صعوبه في توزيع اي ماده خارج لهجه وطنها. الان تداخل القنوات الفضائيه واستخدامها للهجات مختلفه، مثلا افلام التركيه افلام سوري المسلسلات التركيه نعم. تدبلج باللهجه السوريه والشاميه السوريه نعم صح وبالك. وفي هذه الحاله اللي في المغرب بيسمعها وبالتالي اصبح بيسمع اللهجه السوريه رغم البعد المكان صحيح. المسلسلات الكويتيه بتعرض الان في القاهره وبالتالي المشاهد المصري حتى الذي مسافر الخليج ولا متعرف على اللهجه اصبحت بالنسبه له مالوفه وبيسمعها واصبح ممكنه. عبد الله رويش بيروح يغني باللهجه الكويتيه في القاهره الناس بتسمع وبتسقف. فانا قصدي اقول انه وجود تقارب بين اللهجات اصبح امر حتمي الان، كانت صعبه في عهد بدايه خالد صديق وبدايه الاخوان اللي بداوا هشام محمد والجماعه اللي بداوا في البدايه، يعني كان صعب جدا 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 استخدام اللهجه المحليه ان الفيلم يسوق او شيء منها في القبيل. طيب بصفتك استاذي ناقد يعني سينمائي، ايهما افضل الدبلجه او الترجمه؟ لا انا افضل الترجمه انا بالنسبه لي شخصيا انا افضل الترجمه. الترجمه تعني ان انا احافظ على روح اللغه الاصليه نعم. واقرا الترجمه تحت زي ما نشاهد الافلام الامريكيه صحيح بناطقة باللهجه الامريكيه ولكنها مترجمه والترجمه بتسهل الانسان يفهم المعنى صحيح. فنفس الشيء انا افضل انا لا احب الدبلجه. الدبلجه معناها انك بتحط ثقافه فوق ثقافه اخرى نعم. استاذ راح اكمل معاك واسمع دروازة من تاريخ الكويت، من ريحة أهلها رجالها ونسائها ومن إسهاماتهم في بناء هالديرة الطيبة، مع تحيات المخرج خالد المقلد. إذن عدنا لكم مستمعين الكرام من خلال دروازة وضيف الحلقة طبعا الكاتب والمخرج والناقد السينمائي الأستاذ الفاروق عبد العزيز، نرحب فيك مرة أخرى ونواصل معك طبعا هذا الحديث الممتع الشيق. ملاحظ يعني حتى الأداء في الهدوء على فكرة في أي تقديم أي مادة يعتبر من الملكات التي يمكن تهيئ المقدم للبرامج أو من يتكلم أن يكون في مستوى لائق بالمستمع أو المشاهد صحيح؟ صحيح تماما. علشان كذا أنا قلت كان جدا مشوق في يعني تعبيراته وألفاظه ونقده لأي فيلم لأي شخصية، يعني عشان كذا أنا أقول لك مثل ما هو قاعد يتكلم حين أنا أذكره من السبعينات. هو أشوأ أنه ناقد سينمائي وليس ناقد في المجالات الأخرى يعني بس في السينما صحيح؟ بس في السينما. طيب أستاذ فاروق يعني لو تكلمنا أيضا عن الشباب الآن، ما شاء الله في العديد من الشباب اللي يحملون الشهادات العليا أيضا في مجال الإخراج السينمائي في مجال النقد في المسرح تلفزيون يعني في الكثير من هذه الأمور فيما يخص التلفزيون وأيضا المجال السينمائي والأفلام. أصبحت هناك العديد من الأسماء من الشباب الآن، يعني تتوقع أن الشباب هذين فيهم الخبرة بما كانت في السابق يعني حتى لو كانت عن طريق دراسة حتى لو كانت عن طريق ممارسة، ممكن أن ننصحهم بنصيحة أو نوجههم إلى طريق يعني ليسلك من يسلك هذا المجال بالنسبة للنقد السينمائي أو الكتابة أو حتى الإخراج؟ نعم. لو ناخد قسم يعني لو أنا مثلا الشباب الطامح أنه يخرج أفلام سينمائية وأنا التقيت لحسن الحظ يعني من عدد كبير في من عدة سنوات بلتقي كل سنة تقريبا بعدد لا بأس به من الشباب الطامح إلى
الدخول في مجال الانتاج السينمائي. المشكله الرئيسيه التي تواجه الشباب في العاده يقولوا التمويل. انه احيانا نلاقي في يعني شخص جاب لي سيناريو وبعد ما طلعت عليه له سيناريو مكلف للغايه، نتكلم على مثلا 2 مليون دينار وحاجات من يعني. فالشخص اخر ايضا جاب قصه لا تصلح على الاطلاق لتتصور في الكويت ولا الخليج بوجه عام، وهكذا يعني. طبعا الشباب له حق الطموح، له حق التجربه والخطا في التجربه، هذا مساله مفتوحه. لان ما فيش اساس لصناعه سينمائيه مستمره. انه الصناعه السينمائيه تحتاج الاستمرار، بتنتج سنويا حتى لو بينتج سنويا 10 افلام 5 افلام لكن في صناعه مستمره بين التمويل وبين الانتاج وبين التوزيع. لعدم وجود هذا الاساس، فانا بنصح دائما هؤلاء الشباب. وفي السنوات الاخيره التقيت في دورات او في محاضرات تطلب مني، التقيت مع مجموعات من هؤلاء الشباب، دائما انصحهم هذه النصيحه، اقول لهم شاهدوا فيلم انا عرضته في سنه 2002 في تلفزيون الكويت في برنامج عيون السينما، لما رديت مده سنه عرضته مرتين بناء على طلب الجمهور، فيلم اسمه صبغه الله. صبغه الله، صبغه الله فيلم ايراني اخرجه مجيد مجيدي، واحد من اهم مخرجين ايران، وعرض في مهرجانات دوليه وله صيت للي بيتابع المهرجانات الدوليه صيت كبير، ووصل الى الخمس افلام الاخيره التي تختار لاحسن فيلم اجنبي في جائزه الاوسكارز. يعتبر يعني منطقه منطقه. فالمهم انا التقيت مع المنتجه صدفه، منتجة الايرانيه، وبعدين قلت لها طب اديني اخمن، اديني فرصه تخمين ميزانيه الفيلم. قلت لها 120,000 دولار. 120,000 دولار. قالت لي بالضبط 125. فلماذا؟ لانه اللي انا بقوله للشباب انه طلعوا فيلم كهذا، وانا عرضته فيه لمجموعه الشباب، كنت عمل محاضره حول الانتاج وكذا، وكلهم دارسين. قلت لهم تاخذوا هذا النموذج. هذا النموذج ماذا يعني؟ يعني انك بتختار قصه بسيطه لناس عاديين. خلينا ناخد قصص مثلا ما قبل النفط، قصص ما لهاش نهايه. انا عندي صحيح. كتب، انا قلت لهم انا مستعد اجيب لكم كتب، يعني فيها قصص بتور وقصص بسيطه وقصص جميله. وقصص جميله بالضبط، وقصص بسيطه حول علاقات ناس بسطاء، وبعدين في مشكله بتحصل، وبعدين كده لما راح خالد صديق عم احسن فيلم عمله في نظري، وفيلم بس يا بحر، بس يا بحر اي ماده على قصه من هذه القصص، عامله زي روميو وجولييت، نوره لمحمد راح يجيب الدانه مبارك، ونوره اللي جوزوها بالعافيه علي المفيد الله يرحمه، وهكذا يعني. أنا قصدي أقول إنه هذه القصص من المجتمع دي بتمس قلوب الناس. ليه فيلم خالد صديق وصل للعالمية وحصل 9 مهرجانات 9 جوائز؟ لسبب واحد، إنه أصيل وبيتحدث عن أشياء بسيطة من الواقع اللي احنا من الواقع اللي هو عاشه. ده اللي انا بتكلم عليه. يعني الشباب بقول لهم دايما ارجوك واخروا عن القصص الضخمه والانتاج الخيال لان هذه الاعمال في النهايه لن يوجد لها ممول. ممول المقطاع الخاص عشان يغامر. هذه مساله منتهيه. انا في واحد شاب من الشباب، واحد قصدي لا روائي كويتي، كتب روايه ودعاني ان نشتغل عليها مع بعض. رحنا بينا ممولين كبار. وقدمنا برزنتيشنات وعروض وكلام، هذا كان من حوالي سنة ونصف تقريبا. كانت نتيجة زيرو، لانه هما يعني لسان حالهم، انا ليه غامر في عمل وادفع مليون وكذا وفي النهاية انا عارف انه مش هتوزع. فبالتالي يصبح الحل التاني كمان، في حل موجود لدى الشباب، وهو الاهتمام بالافلام بموضوعات البسيطة الموصلة والقائمة على تكون شديدة المحلية، ما يستوردش شيء، شديدة المحلية، وكل مجتمع مليان عشرات القصص، الاف القصص. إذا حبيتي في جانب اخر هو الدولة، وزارة الاعلام. وزارة الإعلام كان السينما بخير، كان في إنتاج شوية لما كانت وزارة الإعلام مهتمة بهذا. وزارة الإعلام لازم 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 تخصص ميزانية لهؤلاء الشباب، وكون ميزانيات مش ضخمة، يعني تخصص ميزانية معقولة. لعمل والله أنا اليوم أنا بدعم 10 شباب كوتين، هتولي سيناريوهات، يجيب لجنة من الناس اللي فهمت في سيناريوهات ويختاروا القصص على أساس القصص الإنسانية البسيطة الحية، زي قصة خالد صديق، زي قصة الموضوع بتاع بس يا بحر. ويكلف هؤلاء الشباب، والله السقف بتاعك عندنا مثلا يعني 100,000، خد 100,000 وده 100,000 و100,000، والباقي هو الابداع بتاعك تصرف. بس دائما استاذي يعني كل قصة يعني. ميزانية السينما دائما تكون مكلفة بعضها، شنو السبب؟ لا هو السبب انه يعتمد على الموضوع، يعني احنا مثلا ما ذكرنا الفيلم صبغة الله 125,000 دولار، يعني نتكلم 30-40,000 دينار، يعني 35,000 دينار تقريبا، يعني الميزانيه لا شيء. المهم هو كيفيه التناول. انا دايما في عباره احمد كنت اقولها دايما، هو ليس مهما ماذا يقول الفيلم،
المهم كيف يقولوا. نعم نعم. لو انت تمسك مثلا قصائد الحب منذ هوميروس الى اليوم كلهم عن الحب، ولكن في بعض القصائد تميزت لانها مكتوبه بإلهام خاص وقوية، وأصبحت ذاكرة في ذاكرة الشعوب موجودة هذه القصائد. نعم. لنا ده اللي نتكلم عليه، إنه مهم كيف وليس ماذا. اعمل فيلم عن الموضوع بسيط عن رجل خرج من داره وراح يبحث عن لؤلؤة على سبيل المثال. نعم. وموضوع يبدو بسيطا جدا، لكن تركيبة سيناريو سرد تركيبة سيناريو. نعم. تركيبة سيناريو اللي حل العقدة ويكون حاجة اللي يزم وليس سوفيستيكيتد، يعني حاجة مركبة وليست بسيطة والناس يشوفها يقولوا ما هذه قصة عارفينها. لا لا، تكون مركبة، ده فن كتابة سيناريو. وده على فكرة ده مرض موجود في العالم العربي في الأفلام وفي السيناريو، في لأنه كتابة سيناريو مسألة شديدة الصعوبة، احنا بنفهمهاش، احنا بنفهمها ان هو فلان قال وفلانة قالت له وحصل لهم طلقوا وبعدين رجعوا، ما هيش كده. كتابة سيناريو شيء تاني، كتابة سيناريو هو كتابة بالصور وليس كتابة بالكلام. لازم الصور تعبر اقوى بكثير من الكلام. احنا ما عندناش هذه الثقافة للأسف شديد، متخلفين فيها. فانا يعني بص الشباب دائما اقول له افضل اتعلم سيناريو، ده هو قوتك، عنصر القوة. طيب استاذ الفاروق، يمكن الان الكثير من كل من شاف يعني مسلسلات او افلام او يقول لك انا عندي او عندي المقدرة ان انا اكتب سيناريو، وفعلا ممكن يقعد ويكتب السيناريو، بس هل تعتقد انه ممكن يعني يوصل الرسالة صح؟ لا، يعني هو طبعا المعيار في نظري يعني هو ان انا اشوف سيناريو اقرأه فاشعر انه هذا سيناريو ثورة. نعم. يعني شيء عظيم يعني. لكن كتير بيكتب سيناريوهات، وفي بعض الشباب يعطيني سيناريوهات. نعم. انا بشوفها ساذجة وبسيطة للغاية. وهي فيها شكل سيناريو، بعضهم كتبوا بالإنجليزية، أنا جاي من أمريكا وكتب سيناريو بالإنجليزية. أشوفه وليه ساذج، لأنه سيناريو بيحتاج لها ثقافة. نعم. اللي بيكتب سيناريو ممتاز بيحتاج إلى أن يكون هو نفسه مثقف، لأن لاحظي أن احنا بنتكلم الدراما. الدراما هي ما هي الدراما؟ الدراما هي تفسير دوافع السلوك الإنساني. محتاج أن تكون مثقفة في علم النفس، قرية كويس في علم النفس، تفهم الشخصيات. في دائرة للشخصيات في علم النفس معروفة، اللي هي بين المزاج البلغمي والمزاج الصفراء والمزاج السوداوي ومعرفش. الدائرة دي فيها شرط، هنا هذه الشرط كل شرطة لوحدها فيها درجة من الدرجات اللي بتوصل بين مزاج ومزاج آخر. لازم يكون عالم بالحادي الأمور، لأنه مش فقط كتابة مش فقط وبس. قال له وقلت لها وقال له وقلت لها، مش ده سيناريو، مش ده سيناريو. طيب رأيك في الأفلام حاليا يعني على الساحة الآن؟ الأفلام على الساحة أنا أصبحت أمور مادية فقط، يعني ما فيش فحوة، مظبوط، ما فيش موضوع، وهو كده يعني أصبحت أمور مادية فقط. بالضبط كده، أصبحت أمور مادية للأسف الشديد طبعا، واستغلال طبعا الأسماء المميزة من الممثلين. يعني بين يعني خلينا نقول بين 10 أفلام يمكن فيلم واحد يكون حلو، يمكن يمكن فيلم واحد يشهر بعد. بالضبط كده، طبعا في حالة مؤسية شوية. أستاذ فاروق، يعني على مدى عامين يعني 67 68 كتبت القصص المصورة الكوميكس لمجلة ميكي، يعني خلينا نتكلم عن تجربة جميلة هذه. هو أنا أقول لك إنه طبعا أنا كنت من أول ما بدأت أقرأ على الإطلاق، بدأت أقرأ مجلة ميكي. نعم. وكانت هي طبعا الفرانشايز بتاع والت ديزني في الشرق الأوسط. وأجمل القصص تحصلها كان في عند دار الهلال. نعم. كان في دار الهلال كانت واخدة الفرانشايز من ديزني لحقوق الطباعة باللغة العربية. نعم. بعد 67 في 67 جه تواجه اتجاه يعني لرئيس مجلس الاداره الله يرحمه، كان الاستاذ بهاء الدين، احمد بهاء الدين، فراح عمل اتجاه قال لا لازم نحط مواد عربيه عن ثقافتنا للاطفال. نعم. مش كنش كلها جايه من عند والت ديزني فيها. نعم. بلوتو وميكي وحاجات من هذا القبيل يعني وزيزي. فال راح قال بينها، فانا اول الناس اللي رحت احاول، كنت لسه بحاول انا في الجامعه ان انا اكتب قصص اطفال يعني، فرحت بحاول فاذا بي اقبل. وقالوا لي شافوا عمل واحد عملته الحلقه بعنوان ابواب القاهره. كنت ابواب القاهره تمام، تروحوا القاهره بتسمعوا مثلا باب الحديد، باب اللوق، باب زويله، باب الفتوح، باب في ابواب. ابواب زي مثلا باب بوابه الشاميه. يعني بوابه الجهره. نعم. هي نفس الحكايه، القاهره كان محاطه بسور وفي له ابواب. نعم. انا عملت دراسه شويه لقيت ان الابواب لها تاريخ وتسميت نتيجة هذا التاريخ. نعم. وهجوم القرامطة، هجوم مش عارف مين، هجوم كده من هذا القبيل. فألفت شخصيتين عمر وعصام، وابن كبير اسمه عمر الله يحفظك. فألفت شخصيتين عمر وعصام، وعملت التجربة الأولى الحمد لله 4 صفحات نجحت. فقالوا لي إن نكلفك باستكمال البوابات، فقعدت اشتغلت مدة عام كامل، كل حلقة فيها صفحتين إلى 4 صفحات أسبوعياً.
في المجال اللي كنت اقراه وانا صغير يعني، فكان بالنسبه لي فتح مبين يعني. وبعدها طبعا سبت يعني كتبت قصتين ثلاثه اطفال، وبعدين سبت كتابه الاطفال لفتره طويله الى ان رديت. امتى ابو حميد؟ رديت في رديت في عام، شوف ربنا شاء، رديت في عام 97 97 كان الامانه العامه للاوقاف تملك حوالي 60% من واحده من الشركات اسستها في لوس انجلوس لانتاج كرتون للاطفال العرب والمسلمين. يكون يعني ما فيهوش عنف، يكون في يعني رساله واضحه، شيء من هذا القبيل. فبعتوني على امريكا، قعدت لي حوالي 4 سنين رايح رد رايح رد. فكتبت هناك 3 افلام طويله حلو بمقياس ديزني. خلصنا منهم 1.5 انتجوا يعني خلصوا، وبعدين حصل توقف للشركه نتيجه ظروف مختلفه، فرديت يعني على هنا تاني يعني. فعندي يعني هي علاقه حب مع كتابه الاطفال، وما زال عندي مشاريع لم تنفذ للاطفال ايضا مكتوبه جاهزه يعني. نتمنى ان شاء الله ترى النور ان شاء الله. لانه الكتابه للاطفال من الامور الصعبه ان الشخص ممكن يدخل او يقتحم عالم الطفل بسهوله، يعني مش سهل. الكبار صعبه تماما، هو الشخص يبقى جاهل اللي بيفكر نفسه ان هو ممكن يكون يعني يقنع اي ياهل بكتابته. نعم بسهوله. صحيح، صحيح. بالمره صدقيني الاطفال اذكى بكثير مما نتخيل، أصبحوا الآن أذكى من السابق. نعم، من السابق مع التكنولوجيا والتطور. نعم، أصبح يمكن صعب أنك تقول له مثلا امسك قصة أو امسك كتاب وإقرأ فيه. بالضبط كده. أنت تحتاج إلى إيه؟ تحتاج أن بيكتب أطفال يدخل يرجع تاني يلبس ملابس الطفل ويلبس تاني ويتعايش معه لازم يفكر بكيف يفكر الطفل. نعم. وليس كيف يفكر الكبير للطفل. وده فارق كبير. لذلك يمكن احنا طبعا حتى في الكويت يمكن كتاب القصص او المسرحيات او حتى الافلام القصيرة للاطفال قلة للغاية. قلة يعني مسألة صعبة، هي صعبة. يمكن يعني الاسم المميز يعني كان في كتابة للأطفال أسماء مميزة كانت يعني فقط، وحتى الممثلين ممن دخلوا أيضا عالم اللي هو تمثيل للأطفال أيضا أسماء مميزة من تصل إلى قلوب الأطفال. نعم. أستاذ فاروق، يعني السينما هي السينما والفنانين هم الفنانين الموجودين قاعد نشوفهم، لكن في تدني في مستوى السينما، شنو السبب؟ يعني هل من السيناريو، هل من الاعداد، هل من في امور ثانيه مثلا؟ انا اقول لك يعني هو في اساسا هو الغايه من الانتاج، يعني في مدرستين في السينما من اول السينما بقى لها 100 عام الان واكثر. نعم 106 فيها مدرستين. المدرسة الأولى هي مدرسة تسلية، أن الفيلم يصنع للتسلية وبالتالي بده يحتوي على مواد مسلية بحيث أنه يستجلب مشاهدين. صحيح. يدفعوا تذاكر، نحصل على المال، ننتج مرة أخرى. نعم. أو نثرى من وراء الفيلم. المدرسة الأخرى هي المدرسة اللي نشأت مع ما يعرف به المدرسة الواقعية الاشتراكية في الثلاثينات بوجن خاص، مع في العشرينات في الاتحاد السوفيتي وانتشرت في أوروبا. هي مدرسة قائمة على أن يكون الفيلم له رسالة وليس بالضرورة مسليا. نعم. في مدرسة تفرعت من هاتين المدرستين موجودة في أمريكا في الأفلام المستقلة بوجه خاص، يقول لك أنه الفيلم لابد أن يكون مسليا ولكن ما يمنع أن يكون فيه رسالة قيمة. نعم. ودي مسألة توقف على إبداع اللي بسمع الفيلم، يستطيع أن هو يمزج هذين الطرفين اللذين يبدوان متناقضين تماما، يمزجهما في معادلة واحدة ويطلع بفيلم جيد. في أفلام كثيرة من الأفلام المستقلة بنشاهدها تمزج بين هذين الاثنين. فالأفلام العربية بوجه عام طبعا حصل انهيار في الصناعة زي ما قلت، نتيجة أنه أولا الأسواق سيئة بالنسبة للفيلم العربي. الفيلم العربي الذي ينتج بمستوى مرتفع قد لا يجد له سوقا حتى في داخل العالم العربي نتيجة محاذير مختلفة، منها رقابية. نعم. ومنها أنه إقبال الناس على السينما الغالبية العظمى بتصور أنه رايح السينما لكي يتسلى، هو مش مستعد يجي يعني يستمع أو أنه يدخل في موضوع له عمق معين. ده أحد الأسباب الرئيسة في يعني انحدار مستوى الإنتاج. السبب الثاني وهو أنه كثير من العاملين في الصناعة يتصور أن الصناعة هي مسألة يعني اضرب وجري، يعني أنه يحصل على أكبر دخل ممكن في أسرع وقت ممكن قبل ما يتحرق هذا النجم أو يتحرق هذا الكوميديان، لأنه بيجي فترة وبيتحرق بعدها ويصبح أنه يعني بيكرر نفسه. نعم. فهذه المدرسة أيضا موجودة بقوة وبانتشار، وللأسف شديد هي ثمارها هي ما نشاهده اليوم. نعم.
طيب عملية أني أدخل مثلا من الفنانين النجوم، يعني ممكن يقول لك أنا الفنان الفلاني هو اللي حيمثل معايا مثلا في الفيلم ويركب عليه الدور، أسماء معينة يتم اختيارها لنجاح الفيلم أو أنها تكون أسماء بارزة يعني تكون بس لنجاح الفيلم، رأيك في اختيار هذه الأمور؟ أنا أعتقد أنه الأفلام ما بتتكتش فيها، طبعا أنا بتكلم على الجوانب المثالية. الجوانب الواقعية شيء تاني، يعني الجوانب المثالية بتقول أنه الفيلم يكتب ما لا يكتب لممثلين، الفيلم بيكتب لشخصيات، وأنه الشخصية إذا توائمت مع ممثل معروف بحيث أنه هو صفاته الطبيعية في الوجه وفي الحركة وفي الوزن وفي الحجم وفي المتوائمة مع شخصية يكون عظيم. إذا لم تتوائم مش فيش مشكلة، نحن بنعمل بنكتب شخصيات. أنا كتبت مثلا، أعطيك مثال، أنا كتبت على قصة كويتية، كتبت مسلسل كان مفروض مسلسل تنتجه الـ ART، وهي قصة جيدة للغاية، اشتغلت عليها شوية في يعني وضبطها دراميا انجاز التعبير. وكتبت الثلاث حلقات الاولى، طبعا في العاده انه بياخدوا الثلاث حلقات الاولى وبعدين يعتمدوها ان نكمل 30. ملك الشخصيات التي اللي كانت في القصه، انا شخصيات تحدثت الي بعد ما وصلت الى مرحله ان عشت معها لدرجه ان انا بدات تتحدث الي وتقول لي انا لا اتصرف بهذا السلوك، انا بتصرف في هذا الموقف اسويه كده بهذا الشكل يعني. لقيت هذه الشخصيات هي خيال، طبعا من خيال، كله خيال، كانهم قاعدين قدامي. صدقيني ان انا بكتب وبعدين اقول لا 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 ما بعملش الكلام، انا ما بقولش كده. هذه الشخصيات املت عليا من يمثلني، فقلت فلانه هتقوم بدور الرئيس، فلانه صاحبتها نجاة، فلانه هي علانه، وفلانه كذا، كنت محدد الاسماء وانا بشتغل. لما جيت حتى اقترحت على المحطه قلت لهم الاسماء الفلانيه هي الايق ما تكون، لان خلاص دخلت في راسي واصبحت هذه الشخصيه اللي انا عارفها ان ممثله فلانيه هي جسمها تعبيرها طريقه تعبيرها كلها هي راكبه مع الشخصيه، مش علشان فلانه والله اسمها هي الستار او النجم، لا بالمره. وذاك وانا بس مش وانا بالف رحت مالفها على سبيل ان هي تتعمل لفلانه، لا ده هي واحنا وانا شغال هي اللي املت عليا ان انا فلانه هي اللي تواصل معكم اعزائي المستمعين في برنامجكم دروازه، وضيفنا الاستاذ فاروق عبد العزيز كاتب ومخرج وناقد سينمائي، واعتقد ان معانا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. من معك؟ انا وياك اخوكم دكتور عزيز الدشتي. عفوا الصوت يقطع. اي انا عندي صوت الموسيقى ما زال عندي. اي تفضل. ايه اخوكم الدكتور عبد العزيز الدشتي. والنعم. الله يرحمك. الله يرحمك. حياك الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الاخت امل. حياك الله اخوي عبد العزيز. الله يحييك ويبقيك ان شاء الله. الله يسلمك. واسلم ورحب بالاخ فاروق. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. بدي عن التعريف يعني. الله يفضلك يبارك فيك. بس انا عندي مشكله الحين، اكلمه كويتي ولا اكلمه مصري؟ الاثنين. اللهجات التي اصبحت متداخله يعني، تفضل اللي تبيه انا حاضر. الله يسلمك. يعني من طيبك الله يحفظك. راح احاول بين الاثنين يعني. اول شيء ارحب فيك واشكرك على الكلام الحلو قاعد تقوله. عندي انا سؤال، انت كنت تتكلم تقول الحين ان انت تكتب شخص في بالك. ايوه. هل قبل لا تكتب اي قصه، هل هي فكره والفكره تتحول الى قصه والقصه تتحول الى سيناريو وبالتالي عمل فني؟ ولا شلون؟ ابدا هي نفس السؤال. هذا السؤال الاولاني. والسؤال الثاني، لو شخص مثلي عنده يعني عندي فكره مثلا لمسلسل كوميدي وعندي فكره، بس طبعا اعتقد ما راح تناسب الوقت هذا، لو ابي اعرضها على احد، على شخص مثلك متمكن، شنو ممكن تكون الإجابة؟ أوكي، نرد على السؤال الأول. السؤال الأول اللي هو إذا كان ما هي الفكرة أساس الكتابة، إذا كان فكرة ولا رواية ولا سيناريو بنكتب مباشرة. الرواية طبعا زي ما أنت عارف، الرواية بتقوم على فكرة لدى الروائي، الشخص الروائي، وبيشتغل عليها، بيعمل بحث لفترة سنة اثنين على حسب. عفوا أستاذي فاروق، أنا طبعا الصوت مو واضح عندي، فمضطر إني أسكر التليفون عشان أسمع الراد أوضح. خير إن شاء الله. شكرا للمخرج المبدع أبو أحمد. شكرا.
عليكم السلام. السؤال الأول سهل الإجابة عليه من حيث أنه التطور الكتابة الروائية اللي بتنقلب فيما بعد إلى سيناريو في طريقتين لكتابة سيناريو. ما السيناريو إما بيقوم على أساس رواية أو بيقوم على أساس فكرة تكتب مباشرة إلى السينما. واللي بيقوم على أساس رواية أن احنا بنجد رواية في السوق بنلتقي معها بتعجبنا بنصل إلى حد من القبول يؤهلنا أن نتحول إلى سيناريو وتكون قابلة تحول إلى سيناريو، وأيضا كاتب سيناريو بيشتغل عليها ببحث جديد بحيث يوسعها ويعمقها إلى حد أنها يقلبها إلى معادل بصري وليس مجرد كتابة أو مجرد فلان بيقول لفلانة، لا يجد المعادلات البصرية لما يجده في الرواية. الكتابة للسينما مباشرة من خلال السيناريو بيسموه أدب سينمائي. الأدب السينمائي يقوم على فكرة، وجود فكرة، فكرة بتتطور وتدخل في إطار من الشخصيات والعلاقات وتبدأ من الحدث، والحدث فيه يضع كاتب سيناريو كل الممهدات للعقدة، وعندما نصل للعقدة نبدأ نتفرع منها إلى حلول. هناك حبكة رئيسية وهناك حبكات فرعية وكلها بتلتقي في النهاية في الذروة، والذروة عادة بتنتهي أيضا بالذروة المضادة و نكتشف لحظة تنوير في نهاية العمل. ودي أعمال السيناريوهات الراقية تقوم على هذا الأساس. نعم. السؤال الثاني إذا عنده يعني إذا نص هو حابب أنه يعرضه يعني تمام. هو عادة المفيد هو عرضه على شركات الإنتاج مباشرة. شركات الإنتاج تستعين ببعض الخبرات ولتقييم العمل ويعني التأكد من مدى مطابقته وملائمته لشروط الإنتاج وفقا لرؤية الشركة. كل شركة لها رؤية مختلفة في العمل اللي تقدم لها، فأنا أفضل أن حضرتك تتصل بشركات الإنتاج مباشرة في الكويت، وهناك أخوان ما هيجسروا معاك إن شاء الله، هيقروا المادة ويقولوا لك رأيهم فيها اعتمادا على رأي الخبرة. المادة مثلا يعني سرقة الأفكار زي ما بيقولوا لا أبدا، يعني أعتقد أن هي لا هي غير شائعة في الكويت الحقيقة. لا مش في الكويت يعني. هي في أي مكان إحنا يعني حتى هو يقصد أنه يوديها لكاتب يعني معروف، يعني يعرضها على كاتب معروف احسن ياخذ الفكره. أيه. اذا كان بيكتب يعني اذا كان بيكتب للتلفزيون هيكتب مسلسل للتلفزيون، فطبعا يجد يبحث عن كاتب تلفزيون يعني معروف ويتناقش معه، وانا اتناقش معي قديما يعني عدد من الكتاب اللي اصبحوا كتاب معروفين اليوم من حوالي 20 سنه 25 سنه. فبالتالي يعني هي مساله النقاش ممكن تولد افكار طيبه وردود ايجابيه. يعني توفيق ان شاء الله. حاليا يعني في وقتنا الحالي أكثر الأفلام رواجا، هل هي الأجنبية الهندية الإيرانية التركية ما يعني ولماذا؟ هو أكثر الأفلام أكثر الأفلام رواجا وين؟ إذا احنا قلنا مثلا في الشرق الأوسط يعني في الدول العربية على سبيل المثال الأفلام الأمريكية أكثر رواجا. الأفلام الأمريكية لأنها الآن في ميزانيات 400 مليون و280 مليون و320 مليون بينتج أشياء تفوق الخيال، كانت بالنسبة لنا خيال أن نشاهدها، ودخلوا طبعا بعد كده في 3D اللي هو الرؤية الثلاثية الأبعاد وأصبحت بتجتذب جمهور هائل. لاحظ أن النسبة الكبرى في العالم من المشاهدين ما بين سن 14 حتى سنة 22، دول أكبر مشترين للتذاكر في العالم، نتكلم على مستوى العالم. نعم. يعني فيلم زي أفاتار مثلا مدخل عالميا كام من مبيعات شباك التذاكر؟ 2,783,000,000، يعني معناها مقرب على 3 بليون دولار، 3000 مليون دولار مبيعات. النسبة العظمى النسبة العظمى من هؤلاء بنتكلم احنا على 83% ل84% شباب في السن 14 إلى 22، لأن هؤلاء الشباب هم الذين يخرجون ويحرصون دائما على مشاهدة الأفلام في دور العرض ومتابعة أيضا. تماما. فبالتالي الأفلام الأمريكية لها سوق، وقبله طبعا تايتانيك زي ما أنت عارف يعني برضو وصل إلى 2 بليون دولار مبيعاته في العالم. ده في الشرق الأوسط عندنا بالدرجة الأولى الأفلام الأمريكية لها القبول، وكان دائما لها القبول وما زال لها. وفي المرتبة الثانية بالدرجة الثانية الأفلام العربية، الأفلام المصرية يعني، ودي ضيف المرتبة الثانية، لأن الأفلام الهندية لم يعد لها سوق كبير في العالم العربي عندنا احنا.
كان فيها وقت من الأوقات. الآن الأفلام الهندية قلة جدا لتصديرها، أنا ما أعرفش لأي سبب الأفلام الهندية لا تعرض، لكن الأفلام الهندية لأنها مقربة إلى حد كبير لي. أهم الأفلام الهندية أستاذي عفوا يعني في المقاطعة لها جمهورها وتكنولوجيا عالية. الأفلام الهندية تقدمت تقدما هائلا، الهند تنتج سنويا حوالي 860 فيلم في السنة، 68 فيلم في السنة بالضبط. بس على فكرة مش أكبر بلد هي، أكبر بلد في الإنتاج السينمائي صدق أو لا تصدق هونغ كونغ. هونغ كونغ هذه بتنتج 1200 فيلم في السنة، ما شاء الله. صيني بلغة الماندرين، اللغة الشائعة في الصين، لغتين من درجة أولى الماندرين والكانتونيز، فبيلغوا باللغة الماندرين وبيجدوا سوق هائل اللي بيتعرضوا في داخل الصين. في الصين طبعا لكل واحد دفع له فلسين الفيلم جاب أرباح هائلة يعني. طيب أستاذ الفاروق أنا رح انتقل معك إلى محور آخر، عملية النقد السينمائي والكتابة وأيضا الإخراج. التقيت أكيد بنجوم السينما، خلينا نقول في مصر مثلا، التقيت بمن من النجوم في مصر؟ في مصر كان عندي تجربة، أنا التقيت بعدد منهم لا بأس به جيد يعني. وكان في بعضهم دخلنا في مراحل عمل يعني، مع مثلا نور الشريف دخلنا في مرحلة عمل، كان عندنا عمل يعني اسمه حب في المنفى، كان حب يشتغل معايا مساعد وليس نجم، مساعد مخرج. نعم هو عرض نفسه هكذا يعني. بس طبعا انا اعتقد ان هو كان يعني كان نفسه ان هو يبقى دور كنت بنتكلم مع احمد زكي الله يرحمه. ولما جينا للكويت فتحنا الدور الكلام شويه على هذا المشروع، قصه بهاء طاهر الحب في المنفى. واشتغلت مع وطبعا في اكثر من نجم يعني، حتى حسين فهمي، حتى يعني بس اللي كان يعني قربنا شويه كان عادل امام. عادل امام كان عندنا تجربه يعني في 83 84 كان عرض عليا انه ان احنا نشتغل مع بعض. وانا كنت شفت ان هو كنت كتبت مقال هنا في الوطن على شاهد ما شافش حاجه، شاهد ما شافش حاجه من المسرحيات اللي هي بتضحكني فعلا. والجانب اللي ما بيدركوش كثير من نجوم الكوميديا انه في وقت ما تستهلك حركاتهم تصبح لوازم، وهذه اللوازم خلاص يبدأ الجمهور يملها بعد فترة انه عارف ماذا سيتلقى من هذه اللازمة. يعني الكوميديا اللي توصله. انا كنت شايف ان عادل امام كان داخل في مرحلة بيحاول انه يعمل ادوار جادة في الثمانينات، لانه ستينات وسبعينات اشتغل كل اللوازم استهلكت. وانا حتى ما كتبت مقال عن فيلم عن مسرحية شاهد ما شوفش حاجة، قلت انه عادل امام وصل الى حده في الاستهلاك الكوميديا، وضربت مثال بتشارلي تشابلن. حتى تشارلي تشابلن وصل فيلم الدكتاتور اقل افلامه نجاحا، بعدها مسيو فيردو ما كانش بهذا النجاح، بعدها كينج نيويورك يعني، بعدها كاونتس اوف هونج كونج، يعني اربع خمس افلام عملها بعده ومحدش قبلها. لافلامه استهلكت من العشرات وعشرينات وثلاثينات القرن العشرين وانتهت. جميع اللوازم انتهت واصبحت محفوظة، وبالتالي لم تعد تضحك احدا في نفس الشيء. فالمهم اجتمعنا عشان اجتمع على عمل، فوجئت بانه انا كنت حابب اكتب له عمل يعني خاص بيه، فوجئت بانه بيطلب مني ان بيسموها في مصر اقلب فيلم، اقلب فيلم يعني شوف فيلم اجنبي واقلبه عربي. وراح مختار فيلم غريب، هو فيلم جاينت اللي هو جيمس دين واليزابيث تايلور، فيلم سنة 54 اخر افلام جيمس دين، وقال انا عاوز العب بجيمس دين. انا بالنسبه لي شفت ان هي مالهاش اي علاقه على الاطلاق، ولكن ان هو الفئه وجهه وقسمات والجسم والجسم اللي هو اللغه زي ما انت عارف. الجسم اللي هو اللغه، فاللغه مش هتنفع مع ده، ما تنفعش الشخصيه دي والشكل ما تنفعش مع الشخصيه دي. عايز يعمل يعني، فانا وخرت يعني عن المشروع فشل يعني، ما كملتش، ما ابتعدت، لان اولا انا ما بحبش اقلب. اقلب دي بالنسبه لي سرقه يعني. نعم بس هي كلمه ادبيه شويه للسرقه يعني، فتقنين السرقه. بس حلو ان ابتعدت استاذ الفاروق، يعني مش علشان اسم الفاروق عبد العزيز، ولكن يمكن حتى لشخصية عادل إمام. أنا الحمد لله يعني لا أبهر بأي شخصية، وما قعش في فريسة أنه لمجرد الحصول على المال أعمل شيء. أنا الحمد لله دي طبيعتي في تاريخ حياتي يعني. يعني وقتها الناس يقولوا لا نص كل أصدقائي يقولوا أنت مجنون. إذا كان عادل إمام وقتها كان في قمته، إزاي مجنون عادل إمام يعرض عليك يختارك أنت بالتحديد ومديك تليفونه الخاص اللي هو بيرد عليه شخصيا وتقول له لأ؟ فقلت لهم لأ، لأن أنا غير مقتنع يعني. بس ده كل دي حياتي. شو كانت ردة فعله يعني؟ أبدا. هو التقينا مرتين بعدها، ما خلاص يعني، قال لي خلاص على يعني مزاجك، انت حر يعني. طيب هي فيها حريه طبعا. استاذ فرق يمكن باقي لنا يعني دقيقتين او ثلاثه نتكلم عن المناخ العالمي للانتاج السينمائي، الى اين يتجه؟ المناخ العالمي صحي. في يعني فوره
فورة للسينما. السينما بتصحو، وفي العصر الديجيتال الآن الذي نعيشه وعصر عصر الرقمي، السينما أصبحت بتستخدم الأدوات الرقمية ليس فقط أن هي تيسر الإنتاج ولكن لتعجل به. أصبح الآن معدل إنتاج الأفلام ممكن يبقى أسرع من الأفلام التي تحمض وتطبع وبعد ثم تأخذ وتمنتج بطريقة المونتاج الموفيولا اللي هي الموجودة لليوم طبعا. لكن العصر الديجيتالي يحمل الكثير للسينما، وانه في فوره في العالم في الانتاج السينمائي، يعني معدل الانتاج السينمائي زاد. الولايات المتحده كانت بتنتج حوالي 420 430 فيلم في السنه، حاليا اصبحت دخلت في 500 وكذا. فبالتالي اصبح الاستديوهات جريئه بتنفق مبالغ طائله على افلام دون خشيه الفشل. في سنه 80 استوديو كامل يونايتد ارتست قابلت مديره فشلوا قفلوه استوديو كامل منشأ سنه 22 يقفل في سنه 80 بسبب فيلم واحد يتكلف 40 مليون وما دخلش مليون. فالآن التجارب دي خلاص أصبحت هيستوري، تاريخ. والآن اللي أصبح موجود هو أنه في إقبال شديد على الإنتاج السينمائي في العالم، وأنا أرجع للشباب وأقول أن الشباب يستطيعون أنهم أيضا في العالم العربي يثروا التجربة السينمائية العربية عن طريق قصص بسيطة من مجتمعاتهم. الإنسان لما بينتج شيء في مجتمع هو يعرفه بيصل إلى الناس بسهولة، وبينتج من القلب يخرج من القلب ويدخل إلى القلب. نعم كلام حلو. أيضا الكتاب، لو تكلمنا عن الكتابة، أصبحت الآن يمكن حتى أي مسرحية أي فيلم ينتهي عبارة عن نفس ما بنقول فقاعة وبعدين خلاص وقتها وتنفجر. هو في كل الأحوال يعني أين الكتاب؟ أنا أقول لك، أنا زيك تماما ببحث عنهم. الكتاب الحقيقيين، يعني والكتابة فن صعب. أنا كنت عامل دورة قريبا لدورة من فترة قريبة لمجموعة من الشباب والشابات الراغبين في الكتابة، ودورة كانت على مدى يومين كاملين، كل مرة أتكلم 300 ساعة. فوصلنا في النهاية لأن صعب جدا، الكتابة تحتاج إلى ثقافة خاصة، وإذا حصلوا على هذه الثقافة ممكن يصبحوا كتابا بالتجربة الأولى الثانية والثالثة. نتوقف فاصل ونرجع. طبعا يمكن خلاص، يمكن وقت برنامجنا خلاص. طبعا نشكر الأستاذ فاروق عبد العزيز، كاتب ومخرج وناقد سينمائي، على المعلومات الجميلة في السينما، وإن شاء الله نتمنى لك كل توفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك أبو حميد، وشكرا أمل، وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية إن شاء الله. نتمنى لك يا رب إن شاء الله طولة العمر الأستاذ فاروق عبد العزيز، وأيضا تمتعنا دائما بالنقد السينمائي البناء. الله يبارك إن شاء الله. شكرا.